السلام عليكم. انا اول مره اشوف واحد بكمامه النهارده اهو. رايحين فين؟ جايين منين ولا ايه؟ بتتفسحوا ولا ايه؟ لا انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انت كويس؟ الف حمد وشكر. الف حمد وشكر. انت عندك حاجه؟ بس عندك كورونا ولا حاجه؟ لا لا، بس عندي تعبان شويه. معندوش حقيقه، هو عنده كانسر كده في الحوض. عنده ايه؟ عنده كانسر في الحوض. مش عارف اقول ايه، ما بيقولش يعني. هو ما بيحبش يقول حاجه يعني زي كده، يعني مش بيرضى ان هو يتكلم في حاجه زي كده خالص. ليه يعني؟ انت عندك ايه؟ قول. عندي كانسر جاي لي في الحوض واتنقل على الكلى هنا، تعبني شويه. بقاله قد ايه؟ من 2012. يا بالك 10 سنين. ومكتوب لي هنا اجي الدكتور هنا، وصفوا لي دكتور اجله هنا. قابلت ساعتها كده بالظروف كده. يلا فرصه سعيده. الله يخليك يا استاذ. صايم ولا فاطر؟ لا صايم. ليه؟ صايم. ما بحبش افطر عشان شهر في السنه، ربنا يكرمنا. حتى يعني مجرد ما بيروح بياخد المحلول الكيماوي او حاجه بيكمل صيامه على ما بياكلش. يا راجل لا 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 لا, لا, لا. انا عارف في ناس تبقى يعني واخدها ده شفاء وصبر وحاجات كتيره، بس الدكتور قال لك تفطر. الدكتور قال لك ايه؟ قال لي انت معاك رخصه. قلت له معلش يا دكتور اخد بعض وامشي. قال الله يحب ان تؤتى ايه؟ رخصه. وانت ايه، مش عاوز تقول انك عيان يعني ومش عاوز يعني تبطل الصيام؟ لا والله شوف ايه، بكسف اقول ان يا عم ده محاربين السرطان بيبقوا يعني اقوياء، صح؟ مش انت قوي؟ اول نعمه بالله ونعمه بالله، الف حمد وشكر، ووصل لي ووصيف الشفار ده ابدا بتاع ربنا. الرحله دي بتقرب من ربنا، طاقه ايجابيه ربنا بيكرمك يعني. ونعمه بالله ونعمه بالله، الف حمد وشكر يا رب، الف حمد وشكر. اسم حضرتك كامل ايه؟ محمود احمد علواني. شغال ايه؟ كنت شغال على السواق عربيه الزوكي، ودلوقتي ما اقدرش. جاي لك في العظم؟ جاي لي في العظم واتنقل على الكلى دلوقتي. عشان كده بعتوا لي هنا يدور على دكتور، وبعتوا لي دكتور هنا. يعني عندك السرطان في الكلى؟ في قلب الحوض، ومعلم علامه كده. ان شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا استاذ. انت بقالك 10 سنين وان شاء الله، بس شكلك كويس ربنا الحمد لله. ربنا يخليك يا استاذ. الاسم كامل ايه؟ محمود احمد علواني. وانت؟ احمد محمود احمد. ليك كم اخ واخت بقى؟ انا ليا ثلاث اخوات، اتنين صبيان وبنت. وكلكم بتشتغلوا ولا؟ لا، البنت متزوجة وانا واخويا بنشتغل، والمصطفى طالب. يا معاشك قد ايه؟ 1400. بيكفي هناك والحمد لله. الف حمد وشكر، الف حمد وشكر. تعالى على نفقة الدولة؟ بس العلاج هو اللي من بره اللي مقصر شوية، بروح اجيبه من هنا ومن هنا شوية. شوية هنا وشوية من هنا. خلي بالك من ابوك. لا ده دفعناه، ده هو اللي مربيني. شغال ايه؟ انا شغال سواق عربية اوبر. جاي بيها النهاردة هنا؟ لا، انا جاي كده، العربيه مش معايا، مع صاحب العربيه. تمام، فانا جاي مواصلات. هو بالنسبه لك ايه؟ هو دنيتي كلها طبعا. ده انا عايش خدام تحت رجليه طبعا. طيب الحيوان اللي بيتقال عليه ابو قعده تفتكر هو ايه؟ تفتكر ايه؟ ولا لك اختيارات؟ ممكن لو في اختيارات. الذئب، الاسد، الثعلب. الذئب، الاسد، الثعلب. واحد، اثنين، ثلاثه. واحد. وانت تقول ايه؟ هقول الذئب. واحد. 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 الحيوان اللي بتقال عليه ابو قعده. والنهارده الابن ومعانا ابوه الطيب، ابوه الراجل الجدع اللي خف خلاص. مش خفيت؟ الحمد لله، الحمد لله معايا ربنا. الذئب فعلا هو اللي بتقال عليه الحيوان ابو قعده. والهديه بتروح للابن، بيديها لابوه، بيقول له مبروك تكسب معانا الهديه، تكسب معانا المبلغ. مبروك ليك. الله يبارك فيك يا استاذ طارق. عجبني سكوتك وعجبني الاحتفاظ. ربنا يخليك. بس المرض مش عيب، صح؟ لا والله ابدا، بس يعني بتحرج كده. بتحرج من ايه؟ الحمد لله رب العالمين. لا واجه المجتمع وانت صح وانت سليم وانت بتتعافى وتتشافى. الحمد لله يا استاذ طارق، ربنا يخليك لنا يا رب، والف شكر. قول لابوك كلمه. ربنا يديله طول العمر ويديله الصحه ويفضل نفسه في الدنيا.